مع مباراه توتنهام ويوفنتوس. وانا هنا دخلت في خلاف مع ناس اصدقائي كتير حوالين الماتش ده، لان انا الحقيقه مش مقتنع قوي ان مباراه ان أليجري هو اللي انتصر يعني خالص. انا شفت اجتياح من توتنهام، ثم لحظه، خد بالك من الكلمه دي عشان هاجي لها في الفقره المحليه، ها خد بالك من الكلمه دي، خدت بالك؟ هقولها دلوقتي اهو، انا هقولها. توتنهام في اللحظه اللي حس فيها ان الماتش سهل، انك تقدر تعدي، ان ده اليوفنتوس وانا جامد جدا عليه، في نفس اللحظه دي، ان ذا فيري مومنت، لبس جونين في نفس اللحظه. سبحان الله، راكب الماتش من اول الجيم، بيلعب زي ما هو عايز، بيعمل كل حاجه في الملعب، وفي اللحظه اللي حس فيها ان ايه، هستبدل الخوف بالفخر بقى. يعني انا بطلت اخاف من الماتش، الماتش خلص بستبدله بالفخر بقى، انا مبسوط وبكسب يوفنتوس وانا تاريخي قليل في اوروبا لكن هو تاريخه كبير. تك تك، لا امان مع الطليان. تعال نبص كده في لقطه سريعه الاول في الجول اللي احرزه توتنهام. اللي عليه الدايره الحمراء ده هو اللعيب الكبير قوي، لا 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 ركز معايا، اللعيب الكبير قوي قوي قوي، اريكسن. اريكسن هنا هيستلم من هاري كين. بص اريكسن هو اللي واقف فاتح زاويه التمرير مع هاري كين، وهاري كين اللي معاه الكوره. اريكسن راح فين؟ ونص ملعب يوفي فين؟ ده نص ملعب يوفي يا ساده يا كرام، اصدقائي المشاهدين، سيداتي انساتي، 1 2 3 4 5 بره اللعب، نتيجه لعيب اتحرك في ظهر نص الملعب اسمه اريكسن. وسيبك بقى من اللي هو رجله مظبوطه قوي في الكوره وبطن رجله بيطلع منه سروقات، لا سيبك من الكوره، ده بكلمك عن عقله، عن ذكائه. بص الحركه دي خليته فين؟ عشان تروح الكوره لتريبييه، عشان تتلعب بالعرض، عشان يجيبها سون جون. كل ده نتاج ايه؟ نتاج حركه لعيب قرر انه في اللحظه دي مش لازم استلم وخلاص، مش لازم ان هاري كين معاه الكوره فهات يا هاري كين وبعدين نفكر، لا ده انا هتحرك في مساحه معينه في وقت معين عشان استلم الكوره، عشان الوضعيه الهجوميه تختلف، مش عشان انا استلم الكوره واشوف هعمل ايه، لا عشان فرقتي اللي عندها وضعيه هجوميه، الوضعيه الهجوميه بتاعتي دي هي شخصيا بقى تختلف. وده فرق بين لعيب كبير قوي ولعيب اقل شويه.